مستشفى وادي النيل واحدة من عمالقة المستشفيات اللي موجودة في مصر، كونها ان بقى في كمان جواها وحدات متخصصة للقلب الرياضي، ده انا شايف انه يرتقي لمستوى ان مصر تبدأ تنظم احداث رياضية عالمية، فدي مسألة مهمة جدا. طبعا بالنسبة للاستعمالات المختلفة لمكونات الوحدة، كل الحقيقة حاجة ليها استعمال معين، بمعنى الشريحة مثلا المتنقلة ديت لما بنعمل فحص عام وبنلاقي ناس ليها ريسك معين، ساعات بيتابعوا الناس ديت من خلال الشريحة ديت، والنظام ده معمول بيه في العالم من زمان جدا وبيتابع من خلال الواي فاي، وفي بعض الأحوال اللي فيها أحداث فيها جري مسافات طويلة بيتراقبوا اللعيبة بشكل فردي، واللعيب اللي بيبقى في ريسك بتيجي قرار ملزم ان هو يقف او يستنى، وبالتالي هو ده جزء من منظومة محتاجة بقى تدخل، الجزء ده من المنظومة محتاج يدخل في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، محتاج يدخل أو يتبسط للحصول بيه على شكل روتيني. مثلا عندنا في النادي الأهلي تقييم حالة القلب للاعب بتيجي أول ما بيدخل النادي، بنعمل له حالة تقييم. بالطبع وجود التقييم اللي من النوع دوت يخلي الواحد ويحفز الواحد على انه يشوفه. بالتاكيد في بعض الناس ات ريسك، يعني في خطوره، هيستفيدوا بالمكان دوت بشكل كويس جدا. الالعاب الفرديه هتستفيد بشكل كبير قوي من الموضوع دوت، لانه المتابعه الفرديه هنا في الحالات بتبقى جيده وممتازه. فانا شايف انه انا فخور طبعا بان بلدي فيها وحدات ترقى لمستويات احداث رياضيه عاليه، ودي حاجه تشرفنا كلنا طبعا يعني.